ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وتضمن الاجتماع استعراض تداعيات الأحداث الجارية داخل السودان الشقيق جراء حالة التصعيد بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع بجمهورية السودان، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة القادمة من نتائج وتداعيات تؤثر على أمن وسلامة المنطقة. يعني مصر كانت دائما حريصة أن هي خلال يعني سياستها الخارجية خلال السنين اللي فاتت كلها أن يكون دائما عنصر متوازن ومعتدل جدا في إدارة سياستها مع القضايا المتقدمة. ولو شفت حتى خلال يعني الشهور اللي فاتت في الأوضاع اللي كانت موجودة في الضفة والمسجد الأقصى والقطاع، كان دائما مصر بتقوم بدور إيجابي جدا ويهدف إلى الحفاظ على التهدئة وعدم تصعيد الموقف. ما يحدث في السودان احنا بنوصف لينا واللي ممكن تكون بيسمعنا دلوقتي ان هو موقف داخلي شأن داخلي للسودان، ولا ينبغي ابدا ان يتم التدخل فيه حتى لا يحدث تأجيل ويعني اصرار التطور فيه بشكل يعني مش مناسب لا لدولة السودان ولا حتى لمنطقة هناك فيها. وعشان كده احنا كان لنا موقف برضه بقوله تاني من ثوابتنا ان احنا لا نتدخل في شؤون الدول، لان احنا نعتبر ان كل دوله لها خصوصيتها في اداره سياستها الداخليه واوضاعها الداخليه. وبالتالي ان ما كانش تعاملنا مع هذه الدول يهدف الى البناء والتنميه والتعمير بعيدا عن التدخل في شؤون هذه الدول، فانا باكده النهارده ان برضه ما زال هذا هو موقفنا الثابت الذي لا يتغير، عدم التدخل في شؤون الدول. ان كان في دور نعمله زي دور وساطه، زي دور لعب دور ايجابي في الموقف لاحداث هدوء لاستعاده امن وسلام لاستعاده استقرار بين الفرقاء في دوله السودان او في غيرها، ده الدور اللي احنا ممكن مستعدين نلعبه. ممكن انتم شفتوا ان خلال يعني الايام القليله اللي فاتت 3-4 ايام اللي فاتوا كان لينا اتصال مع امين عام الامم المتحده، ووجهنا لدى اهميه يعني استعاده الهدوء والجلوس الى مائده الحوار بين يعني الاشقاء في دوله السودان سواء كان الجيش السوداني او قوه الدعم السريع. مش من مصلحه السودان ابدا ولا استقرارها ان يبقى في اقتتال داخلي بين الفرقاء. يعني مهم قوي ان يعني الجلوس على مائده المفاوضات والحديث، ويبقى ممكن قوي كل حاجه تطرح على يعني على مائده التفاوض والوصول بها الى اجراء يجنب السودان مزيد من التضخم. احنا شفنا ان خلال السنين اللي فاتت في دول ثانيه لما غاب الحوار وكان صوت السلاح هو يعني اللي كان موجود ان الدول دي ما استقرتش ودفعت تكلفه كبيره جدا جدا من امنها وسلامتها واقتصادها، وفقدت وقت ثمين جدا جدا كان ممكن يتم يعني استثماره في البناء والتنميه والتعمير. وبالتالي احنا عشان نسجل هنا وناكد هنا ان احنا في مصر لا نتدخل ابدا، وده كلام ثابت ما بيتغيرش في شؤون الدول، لان احنا بنعتبر ان التدخل ان ما كانش ايجابي فهو تدخل مش لمصلحه العلاقات ولا مصلحه الدوله دي. والتاريخ دايما هيسجل لينا المواقف دي، لو كانت مواقف سلبيه هيسجلها لينا ولو كانت مواقف ايجابيه هيسجلها لينا، واحنا حريصين على ان احنا يعني يبقى دايما السياسه المصريه سياسه الموت تتسم بالتوازن والاعتدال. ده فيما يخص تطورات الاوضاع. لو ليا نداء اقول، وانا قلت الكلام ده مع الرئيس الفقير وقلت له احنا مستعدين مع بعض نلعب دور وساطه مع اشقائنا في السودان وصولا الى الهدنه ووصولا الى التفاوض بين الاشقاء،
وزال هذا الامر قائم وبنجري والاتصالات لا تنتهي لا بجيش السودان ولا قوه التدخل السريع. احنا على اتصال مستمر بيهم من اجل يعني حثهم من اجل تشجيعهم على ايقاف اطلاق النار وحقن دماء السودانيين وصولا الى تفاوض يؤدي الى استعاده الاستقرار مره ثانيه. دي نقطه ثانيه مهمه قوي برضه ان انا اقولها دلوقتي ان يمكن من ضمن الاتصالات المكثفه اللي احنا بنعملها هو التاكيد على امن وسلامه عناصرنا اللي موجوده في السودان. العناصر دي كانت موجوده طبقا لبروتوكول بيننا وبين الدوله السودانيه لتدريب مشترك بين وده امر مهم قوي ان احنا يبقى واضح لينا كلنا مش لينا احنا كعسكريين لا واضح لينا احنا كدوله ان الناس تبقى فاهمه ان الناس كانت موجوده هناك ليه ابدا وده مهم ان انا اكد ابدا مش لصالح تقليب حد على حد او دعم حد على حد لا ده كلام مش مظبوط انا باكده ليكم وانتوا عارفينه لكن باكده ليكم وباكده اللي ممكن يكون عايزين ممكن يسمعنا لا قواتنا ما كانتش موجوده هناك وهي قوه رمزيه للتدريب مع الاشقاء في السودان فقط وليس ابدا ابدا ان هي تدعم حد ضد حد دي نقطه فاحنا برضو يبقى احنا بنكثف اتصالاتنا مع اشقائنا في السودان وصولا الى وقف اطلاق النار او الهدنه بين القوات المتصارعه يعني او المتقاتله ثم التفاوض من اجل الوصول الى حل ينهي هذه الازمه في اسرع وقت ممكن حقنا للدماء في السودان وحقنا لمزيد من التدهور وعدم الاستقرار في السودان. النقطه الثانيه برضو احنا بنفس المستوى اتصالاتنا من اجل التاكيد على امن وسلامه هذه العناصر المصريه الموجوده هناك في السودان وذلك سمعتم يمكن خلال تصريحين ثلاثه اللي قالهم قائد قوه الدعم السريع اللي هو يعني هو القوات في امن وسلام وتحت مسؤوليته الشخصيه وده امر يعني تم تاكيده لنا حتى في من خلال اتصالاتنا المختلفه ونتمنى ان احنا نستعيد هذه القوات في اسرع وقت ممكن. انا حبيت بس ابدا كلامي لكم زي ما قلت كده باستمرار ملخص عن الموقف في المنطقه بمناسبه انقاذ المجلس وبمناسبه اعياد 25 ابريل وكل سنه وانتم طيبين لهذه الايام الكريمه والعيد على الباب وربنا سبحانه وتعالى يعني يحيط المنطقه بالامن والسلام وتستعيد منطقتنا الاستقرار اللي تستحق شعوبها. شكرا.